طيبه، كل شيء بخير. كنتمنى انكم تكونوا كتشاهدوا هذا الفيديو وانتم في افضل الاحوال. دونك في هذا الفلوغ هذا غادي نتلاقى مع واحد الصديقه اللي عزيزه عليا بزاف واللي كتجمعني بها علاقه طيبه منذ سنوات طوال. هذه الصديقه هذه حتى هي عندها قناه على اليوتيوب، غادي نخلي لكم الرابط ديال القناه ديالها في صندوق الوصف. بغيتكم كاملين تدخلوا وتهجموا على القناه ديالها وتدعموها حيت فريمون كتستاهل. انسانه مكافحه ومقاتله وعندها واحد الروح مرحه اللي غادي نكتشفوها جميع في احدى الفيديوهات ديالها. بغيتكم كاملين تدعموا الفيديوهات ديالها بلا لايك وتبارطاجيوها مع اكبر عدد ديال الناس. دونك صافي هادشي اللي كاين، انا جبرتوني في الخدمه دابا عاد ساليت، غادي نمشي نلبس عليا وديك الساعه باش غادي نتلاقى مع الصديقه ديالي والوليدات ديالها، حيت عندنا جوج وليدات، عندنا نورة وعبد المنعم. اليوم عنده عيد ميلاد، دونك غادي نجلسوا مع بعضياتنا. هيدا واحد الكليسه عائليه في شقيوه، نسترجعوا الذكريات اللي جمعت بيني وبين هاد الصديقه ديالي اللي اسم ديالها سهاب، وفي نفس الوقت كيف قلت لكم غادي نحتفلوا بعيد ميلاد ديال الولد ديال عبد المنعم. اللي كنقول له من هذا المنبر عيد ميلاد سعيد، يدخل عليك الحبيب ديالي بالصحه والسلامه والتيسير والرزياق، وسيدي ربي يوفقك في الحياه الدراسيه ديالك وايضا الحياه الشخصيه. دونك صافي هادشي اللي كاين بلا ما نطول عليكم، وهانتوما معايا في هذا الفلوغ. هنا كيف ما كتشوفوا شبرت التاكسي حيت فريمون تعطلت على الصديقه ديالي سهام تقريبا شي 10 دقائق غير سمح لي اختي سهام، ولكن جاني واحد الظرف طارئ هو اللي خلاني انني نتعطل عليك. والله العلي العظيم الا فرحت بزاف ملي شفت اختي سهام وشفت وليداتها. صلعني ما شاء الله وليداتها كبروا، ربي يحفظهم لك اختي حتى تشوفهم باذن الله تعالى كيف بغيتي. دونك قررنا باش نديروا قهوه في القهوه اللي جات في الباركيت حمادي والاسم ديالها مقهى غرناطه. دونك هنا كيف ما كتشوفوا عبد المنعم كيتول الطبيله ما شاء الله عليك ابني، دونك ديتي التاويل والنظام من الام ديالك ربي يحفظك. دونك كيف ما كتشوفوا هنايا في لا فيديو طلبنا اللي كتب الله. دونك انا طلبت الباستيلي ديال الفريز مع العسل ديال الفريسه بالتين، عبد المنعم طلب الباستيلي ديال الشوكولات مع الكاس ديال لافوكا، نورا كذلك حتى هي طلبات في حالي الباستيلي ديال الفريز وطلبات معها افوكا، سهام طلبت حتى هي الباستيلي ديال الفريز مع الكويز ديال القهوه، ومن بعد عملات الحريشه مع جبينه بلديه. هاد اللقطه سهام ماتت عليا بالضحك، كتقول لي هندري بلاتي خليني غير نصور وانا دخلت في النص ديال الباستيلي. انا نقول لكم علاش، ماشي حيت كندير واحد الريجيم معين، وانما كنوقف الماكله ديالي مع 8 ديال الليل، وهنايا كانت 9 ونص ديال الليل وجيت ما واكلاشي وفي الجوع وكان خصني ناكل باش نشرب الماء ونوقف الماكله سيغ بلاص. وداكشي اللي عملت كليت اللي كتب الله، نضخت مزيان، شربت المهمه، غيتها ما هي سالات التصوير ديالها، وجلسنا بدينا كنتناقشوا في مواضيع كثيره اللي عندها علاقه بصناعه المحتوى. حاولنا نعرفوا نقاط القوه ديالنا، حاولنا نعرفوا نقاط الضعف ديالنا وعليها باش غادي نخدموا باش نقدموا محتوى كيليق بالمتتبعين والمتتبعات ديال القنوات ديالنا. من هذا المنبر كنبغي نقول لك اختي الله يسهل امرك والله يوفقك والله يعطيك على قد النيه ديالك. للاشاره فقط سهام ماشي فقط اخت وصديقه، وانما كانت مريضه ديالي، كانت كتجي كتعمل عندي الترويض تما فاش بنينا هذا النوع ديال العلاقه اللي الحمد لله مازال دوم حتى كل واحد فينا يمشي لدار البقاء. حيت الصداقه اللي كتكون مبنيه على اساس صحيح ومتين، مبنيه على الوضوح، على الصراحه، على الصدق، على الوفاء، فصعيب انها تهدم وصعيب باش انها تموت. وحنا كنخلفوا انا واختي سهام في المدينه، قالت لي هند الا كان ممكن تجي معايا لهاد الحانوت حيت عندي شي صغيره خصني ناخذها. قلت لها صافي ماشي مشكله ما فيها باس. المهم خدات الصغيره ديالها وبدينا كنخلفوا هيدا في الطريق. قلت لي الا كان ممكن تجي معايا المستر بويو باش ناخذ صبه ديال الحوت ونخليها نغدى باذن الله تعالى. قبل ما نوصل المستر بويو بين لي واحد يعني واحد الحانوت تما فتح جديد كيعمل الحمص وكيعمل غلال، وانا من عشاق الحمص بميض غلال. قلت والو ما نمشي من هنايا حتى ناكلو، انا اصلا تعطلت في الماكله فيها بس نهار واحد ناكل فيه داكشي اللي خصني، ما غايزيني ما غينقصني. المهم دخلنا طلبنا اللي كتب الله، انا طلبت الحمص بميض غلال، نورا حتى هي كذلك، عبد المنعم حتى هو كذلك. زدنا طاسه ديال الغلال وعبد المنعم كلا الشاميه، سهام ما قدرات تاكل والو، قالت لي انا اصلا اختي هند شبعانه. المهم بصراحه ما بقيتش عاقله على الاسم ديال هذا الحانوت هذا، ولكن جا في الشارع فين كاين المطعم ديال مستر بويو، مطعم معروف كيعمل دجاج مشوي على الفحم،
راه معروف وديجا سبق لي عملت فيديو عليه، ديك الساعه نخلي لكم الرابط ديال الفيديو ديالو في صندوق الوصف. وصافي هادشي اللي كاين، ملي غادي نساليو غادي نتمشاو واحد شويه باش نهبطو داكشي اللي كلينا، وهانتوما معايا. قسما بالله والله ما سخينا ببعضياتنا، انا شخصيا ما سخيت لا بها ولا بوليداتها. فريمون دوزنا العشيه كتحمق بالمعوده ان شاء الله. وحنايا كنخلفو ما حسينا لا بالوقت لا شي حاجه، حتى جبرت راسي انا وصلت للدار ملي كنطلل في التليفون كنجبرت 12 ونص ديال الليل. فاختكم شبرت التاكسي فيت في نيشان العياده، علاش؟ حيت خليت البيسي ديالي مشعول، غادي نمشي نطفيه، غادي نطفي الرتاحه ديال الضو، غادي نشد الماء، غادي نشد البويبه ديالي، وغادي نمشي للدار مباشره ونتلاقاكم احبابي في الكوزينه. شوفوا اختكم على روينه، خلات في الكوزينه وخرجت، باقي خصني غير نخرج في الحساب. قسما بالله غادي تشوفوا هادشي غادي تخلعوا. شوفوا القشاشه عشي فوقشي، شوفوا على روينه يا خوتي خليت، ولكن المهم عندي ما نعمل. دونك هنايا غادي نشارك معكم الحليوات العاد اللي عطاتني اختي سهام. من قبل من هادشي غنشارك معكم هاد الوريدات، عطاتهم لي بنت نوره، شكرا بزاف الحبيبه ديالي، ربي يخليك وربي يحفظك. عطاتني هاد الحلوه ديال بربورونيس، والحلوه هذه الثانيه كيكس ديال ماريا مع الحليب ديال النسلي ومغمسه في الشوكولاتة ابيض. دونك كيف قلت لكم غادي تجبروا القناه ديال اختي سهام في صندوق الوصف، بغيتكم كاملين تدخلوا تدعموها وتشجعوها وتابونوا في القناه ديالها. هادشي هذا كيشهي ولكن ما نقدرش ناكلو دابا، تنفطر بيه غدا في الصباح باذن الله تعالى. وصافي هنايا عندي الفيليتي ديال الدجاج، حتى الغدا باذن الله تعالى ونطيبو. والله ما قدرت اخوتي نعس ونخلي ديك الكوزينه هي داك مرونه وديك القشاشه عشي فوق شي والدنيا مقلوبه سفاها على علاها. هانتوما كيف ما كتشوفوا نظفت كل شيء وغسلت ونقيت ورديت كل حاجه في بلاصتها. هانتوما اخوتي خليت الكوزينه كتشعل وكتشقشق، ولكن عرفتوا شحال الساعه هذه؟ هذه بالضبط 41 دقيقه الليل، ولكن كون من بعد كوزينه نقيقيه ونظيفه. دابا جبرتوني غادي نمشي نحك الطقيمه ديالي، غلبس عليا البيجاما ونمشي في حالي النعاس، ونتلاقاكم غدا في الصباح باذن الله تعالى. تصبحوا على خير. Too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me, well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Oh, 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 oh
too long. It hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. الوغ كيف ما كتعرفوا اليوم الحد فما كيخدم حد، ولكن اختكم عندما تخرج الشغل. دونك مباشره ملي غادي نسالي الفطور غادي ندوز عندي شي شغل ديال الناس في البيسي، غادي نخدمه وغادي نسرط كل واحد لاخسيكل ديالو في الوقت اللي اتفقنا عليه. من بعد غادي ندوز باش غادي نوجد معكم الغداء ديالي المتواضع. صراحه شاهيت الاندومي مع الفيليتي ديال الدجاج اللي شريت البارح. دونك غادي نعمل اندومي طيب، ملي غادي طيب غادي نعمل لها لقامه ديالها. غادي نقلي ديك الفيليتي ديال الدجاج مع شويه ديال زيت المائدة وشوية ديال التويمة. ملي غادي يطيب غادي نزيد عليه شوية ديال الملح مع شوية ديال الكمون. من بعد غادي ندوز هنا باش غادي نحك معكم هاد جوج ديال البيضات مسلوقين. غادي نجيب هاد الإناء، هذا هو نورمالمون كنعمل فيه الدرا مقلية، هو أصلا خاص بالبوب كورن، ولكن غادي نعمل فيه الإندومي، غادي نعمل ديك الفيليتي ديال الدجاج، غادي نعمل ديك البيض محكوك، وغادي نقطع البصيلة. وهذا هو الغداء ديالي، وهانتوما معايا في هاد الفيديو. Told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby, I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you. الوغ بعد ما ساليت من الخدمه ديالي ديال لو بيسي غادي ندوز مباشره باش غادي ننظف الدار، وغادي نسكسف عليها وغنرطبها، وغادي نخليها هيدا كتشعل. عاد ديك الساعه غادي نهبط من عند العائله ديالي ندوز معاهم هاد النهار ديال الحد اولا هاد العشيه ديال الحد، وصافي وهانتوما معايا. ملي وصلت للدار جبرت ماما مسكينه مقتوله عيانه مطحطحه حيت نهار كامل وهي واقفه. كيف كتعرفوا الكوزينه راه ماشي سهله، والانسان ماشي باقي صغير، بنادم كبير والصحه قليله والعوين ما كاينش. حيت انا صراحه كنت عواله انني ملي نمشي نقول لها تلبس عليها ونخرجوا نتمشاو واحد الشويواش ونشموا الهواء ديال سيدي ربي. ساعه قالت لي يا بنتي والله ما عندي الكوارع اللي غادي نخلف معاك بيهم. المهم خليتها ترتاح، لبست عليا السبردينه، هزيت معايا القريعه د الماء، البزيطه، التليفون ديالي، وخرجت كنخلف. خصكم مشات حتى الاخر ديال الكورنيش. دابا جبرتوني غادي نرجع في حالي للدار، غادي ندوش وغادي نمشي في حالي النعاس، وبالتالي غادي نخلي لو فلوغ ديالي هنايا على امل انني نتلاقى بكم في الفلوغ اللي ماجي. تهلاو في راسكم، كنحماق عليكم. سلامه.